إذن مشاهدينا الكرام متابعي جريدتي هيسبريس وهيسبورت أينما كنتم وأينما توجدتم أهلا ومرحبا بكم من مدينة نيس الفرنسية. نحييكم وسط هذه الجماهير المغربية الجميلة من مختلف الأعمار ومن مختلف الأجناس، صغار وكبار، رجال ونساء، حضروا إلى هنا لمساندة أشبال الأطلس على تقريبا أقل من ساعة على المواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني المغربي الأولمبي ونظيره العراقي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. درجة الحرارة مرتفعة هنا تقريبا 35 درجة حرارية وكأنك بمدينة مراكش المغربية، لكن حرارة الجمهور المغربي أكبر من حرارة الطقس هنا بمدينة نيس. آلاف الجماهير المغربية من كل حدب وصوب من جل الدول الأوروبية وكذلك من المملكة المغربية العزيزة حضروا إلى هنا لمساندة أشبال الأطلس. نلتقي بعض التصريحات من جي جوليوما باش تشجعوا المنتخب المغربي. السلام عليكم، أولا تحية مغربية وطنية ملكية رياضية جميع المغاربة الكرام الفضلاء الأحباء. وبالمناسبة تنبغيو نباركو لسيدنا مولانا محمد السادس ملك البلاد على عيد العرش بمناسبة ذكرى 25 سنة الفضية. أطال الله عمره وحفظه الله وهو تبقى رمز فوق المغاربة. اليوم المغاربة مدينة نيس مدينة مغربية. اليوم مدينة نيس بعد الحضور كبير مع الفرقة القادم من إيطاليا. أنا قادم من المغرب من المطار من كازا بلانكا من المطار انا وابني المغرب النيس. توقعاتك نتيجه المباراه اليوم؟ النتيجه غتكون 2-1. شعورك وسط الجمهور هذا؟ والجمهور ما شاء الله عليه والاخ واخا من الاخ واخا احنا عراق واخا. توقعاتك المباراه ان شاء الله الانتصار المغرب 2-1. احنا المغاربه راحمين 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 حكيمين. مشاهدينا الكرام هذه الوالده شوفي راه جيت مع ثلاثه ديال الصباح وقلت لي يلاه يرضي عليك راني وصلت راني بخير. جينا من باري واجواء باقي ما دخلناش باش نشوفوها الصراحه، ولكن باين بان عباد الله كاينين بزاف والناس كيشجعوا المغرب بزاف ودونك جينا حتى حنا باش نشجعوهم ان شاء الله. اليوم المقابله تكون زوينه بحكم ما خصنا نربحوا، ما عندناش شي سيتياسيون غير الربح. حنا ثاقين في اللعابه وثاقين في الجمهور غيكون تبارك الله امور مزيانه وديما مغرب وما نخسروش ان شاء الله نربحوا. حنا نبقى معاهم الابعاد نقطه ان شاء الله نتلاقاو في باري ان شاء الله. ان شاء الله يكون ماتش مزيان وحنا ديما مع المغرب ان شاء الله وحنا معاه ديما مساندينه وفين ما مشى ديما مغرب ان شاء الله والله يوفق الجميع. حنا يومي دونيس Et on espère que l'équipe nationale marocaine, enfin l'équipe olympique, va remporter au moins les quarts de finale déjà. Inch'Allah, on se met la victoire du Maroc, Inch'Allah. En tout cas, on est derrière. Enfin, moi, je suis né à Nice, ma femme est née à Casa, et on se nomme les deux Casa, voilà. Alaykoum salam, Khoya, la même chose, Bled. J'ai une soirée pour le Maroc, Maghreb. Moubarak, Tarib, Hakan, Sadida, Ukrania. Lakin, ma. Ma ربحناش. نتمنى ان شاء الله في مع العراق تكون مباراة جميلة ان شاء الله. ديما ماروك. جينا لمدينة مارسي، جينا نشجعوا المنتخب ديالنا، نتمناهم الفوز ضد المنتخب العراقي، وتحية المغرب وان شاء الله يكون فوز ولو ثلاثة بنقاط تؤهل ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم، انا جيت من تونس باش نتفرج الماتش ديال المغرب والعراق وتتمنى التوفيق للمغرب ان شاء الله. نتمنوا الفوز ان شاء الله عليه، هادشي اللي طالبين من الله ان شاء الله باذن الله وشكرا. السلام عليكم، حنايا جينا من جميع انحاء فرنسا، جينا باش نشجعوا الفريق الوطني ديالنا. كون جا الناخب الوطني يشوف الجمهور برا والتشجيعات، كون اللاعبيه عطاو كل ما عندهم، لان هذا الماتش ما فيهش تعادل ولا خسره، هذا الماتش خصو يتربح ان شاء الله، خصنا 3 بوان وان شاء الله نتمناو خير من هذا الفريق ونتمناو خير ويكون الماتش وحيد. حنا غادي نلعبوا مع فريق عربي اللي ربح هارد لاك نشاركوا فينا. Vive au Maroc!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم بنيس جايين نشاهد مباراة العراق ضد المغرب، جايين الطريق كله من العراق بالطيران، وان شاء الله فوز ان شاء الله فوز ان شاء الله. اللي يروح من عندنا هو بالاول وبالاخير يبقى منتخب عربي صاعد باذن الله. العراق والمغرب واحد ان شاء الله، دائما مغرب دائما عراق. صراحة أنا جالي عراقية جايين من سويد وبلجيكا وألمانيا وكل مكان جايين نشجع سود الرافدين وسود الأطلس جايين. اثنين ماكو خسارة ما دام فريق واحد عربي، ماكو خسارة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.